تعالوا نروح للشهر الكريم الفضيل شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. قولوا إن شاء الله أيام يا جماعة ويقبل علينا هذا الشهر المعظم. استعدادا للشهر الفضيل الكريم افتتاح 67 مسجد في رمضان. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور وكل سنة وانت طيب. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين وكل سنه بحضرتك طيب ومصر كلها بخير يا رب. جميعا يا رب، واليومين اللي احنا فيهم دول برضو يبقوا يومين صيام كويسين. لا ده ايام عظيمه، احنا داخلين بكره كل سنه وحضرتك طيب على ليله النصف من شعبان، ودي ليله مباركه وفيها اجابه الدعاء ومحتاجين تضرع وخشوع لربنا. يا رب يتقبل مننا بلاد العالمين يا رب. اللهم امين يا رب يتقبل مننا. 67 مسجد يتم افتتاحهم بمناسبه الشهر الفضيل يا دكتور، فرحنا واشرح لنا. ده 67 مسجد يوم الجمعه اللي جايه بس، يعني على طول كده. احنا على طول كده، احنا كل اسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى وفي اطار يعني جهود الدوله المصريه العظيمه للحفاظ على بيوت الله عز وجل، احنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي هنفتتح 67 مسجد، منها 61 مسجد جديد احلال وتجديد وست مساجد صيانه وتطوير. يمكن احنا من اول السنه الماليه بتاع 2022 من 1/7/2022 حتى الجمعه اللي جايه ان شاء الله هنكون افتتحنا 812 مسجد. الله اكبر. منها 654 مسجد جديد او احلال وتجديد و158 مسجد صيانة وتطوير. يمكن احنا السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا جهود غير عادية، وان شاء الله بإذن الله هيكون رمضان غير عادي وغير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية. يمكن النهاردة كان في اجتماع مع معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النهاردة مع قيادات الوزارة والقاهرة الكبرى استعداد للشهر العظيم، وكان فيه ان شاء الله بإذن الله هتبدا المرحله الثانيه من حمله النظافه والتطهير والتعقيم والصيانه ان شاء الله باذن الله من يوم الثلاث بعد بكره ان شاء الله باذن الله حتى نهايه شهر شعبان، وذلك استعدادا للشهر الكريم. يمكن احنا عاملين ملتقيات فكريه في على مستوى الجمهوريه، عندنا الملتقى الرئيسي في مسجد مولانا الامام الحسين ده، وفي اكبر يعني من 50 عالم ومفكر واديب ومثقف، هتبقى فيه ان شاء الله باذن الله جرعه ايمانيه ثقافيه معرفيه غير عاديه ان شاء الله باذن الله، وكل مديريه فيها ملتقى فكري في مسجد رئيسي جامع. ويمكن اول مره السنه دي استاذ يوسف في حاجه اسمها ملتقى الواعظات. ملتقى الواعظات للسيدات الصبيات ان شاء الله باذن الله في 19 محافظه، والملتقى الرئيسي في القاهرة هيكون في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. عشان طيب. يبقى يعني في بعض يعني آراء وفتاوى بتبقى محتاج المرأة تسأل المرأة، هيكون في ملتقى للسيدات الفضليات إن شاء الله بإذن الله في شهر رمضان المبارك. طب اديني البشارة على مسجد ستنا السيدة زينب. مسجد ستنا السيدة زينب احنا يعني عارفين ان العمل فيه على قدم وساق. باذن الله سبحانه وتعالى هديك البشاره باذن الله على مسجد سيدنا الامام عمرو بن العاص باذن الله سبحانه وتعالى، هيكون باذن الله سبحانه وتعالى هيكون ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح السنه دي من مسجد سيدنا الامام عمرو بن العاص. الله الله الله. هيكون الافتتاح العظيم الكبير باذن الله سبحانه وتعالى قبل شهر رمضان باذن الله بعون الله سبحانه وتعالى قبل رمضان باذن الله يا فندم. باذن الله ان شاء الله باذن الله هنصلي صلاه التراويح في مسجد سيدنا عمرو بن العاص هذا العام ان شاء الله. يا عيني كنا زمان بنروح نصلي هناك بقى ايه تهجد العشره الاواخر وليله القدر. انا عايز اقول لحضرتك احنا السنه دي التهجد عندنا اكثر من 10000 مسجد للتهجد، عندنا اكثر من 6000 مسجد للاعتكاف. احنا جرعة ايمانية غير عادية وغير مسبوقة، اي حد عايز يصلي بنقول له صلي باتفاق بينه وبين الامام، اللي عايز يطول يطول واللي عايز يقصر يقصر، بس احنا عندنا مبدأ دايما التخفيف والتيسير على المصلين، ده الاساس عندنا. ده بخلاف عندنا برنامج ثابت يعني المنبر الثابت بيننا وبين الازهر الشريف، عندنا 1000 مسجد على مستوى الجمهورية في المسجد ده منبر ثابت بعد صلاة العصر
يومين في الأسبوع بيبقى في إمام وواعظ، عندنا سهرة رمضانية بيبقى درس السهرة كده بعد صلاة التراويح إن شاء الله بإذن الله، ده في كل المساجد، ده بخلاف المقارئ الأئمة ومقارئ الجمهور، مقارئ الواعظات، مقارئ كبار القراء. لكن البشرى العظيمة اللي بنزفها من خلال برنامج حضرتك الجميل أن عندنا في مسجد مولانا الإمام الحسين أن صلاة التراويح هيكون فيها كبار قراء، كبار قراء جمهورية مصر العربية، كبار قراء العالم الإسلامي اللي احنا بنسمع عليهم وبنشوفهم في كل يوم، هيكون في حد من السادة القراء، كبار القراء هو اللي بيصلي صلاة التراويح في مسجد مولانا الإمام الحسين. يعني أي حد في أي يوم هيروح هيصلي ورا حد من كبار القراء إن شاء الله بإذن الله. الله أكبر، بركاتك يا سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم. دكتور هشام احنا شكلنا كده يعني هنيجي في إيدك ونروح على مسجد سيدنا عمرو بن العاص بإذن الله، وأكيد أكيد بقى بإذن الله اللهم بلغنا رمضان نصلي معاك مرة هناك تهجد بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كل الشكر ليك يا دكتور هشام، كل الشكر لدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أدينا خدنا البشارة على مسجد مولانا سيدنا الإمام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ويا رب قريب قريب بإذن الله كمان نفتتح مسجد السيدة زينب بنت النبي رضي الله عنها وأرضاها، وصل اللهم على سيدنا محمد.